الحزبية من دون الشرعية والاحتيال وتفتيش الاخرين بتغطية مكتوبة للتهميش وتشين النية ما به الناس تعيش تبذر المالية في مرسوم ولبطيش ما عنده خلفية تبني ما ولا عريش تبذر المالية في مرسوم ولبطيش ما عنده خلفية تبني ما ولا عريش للسوق ورمزية للفاشل والمطيش مادة تبقي هي تبني دولة تشويش ما تترك فيها فش لا دون الحق تريش تتحمى وحملش مع فيدي هاريش طيبات حر يا اخوي تحرينا وبين نهارتنا متمم تحررت انك لا يجينا ولا زيتنا يا اخوي رغبه لك ما وصاله طيبات طيبات اخوي خلعتني يا اخوي ما انا ارد معاك وانت هاين انا غير راني جيتك واد معاك الدار يعني ما تجيني ما تتماشى معك شرط الدار ما تجي جايه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوا اخو مترك قلت لي يكون تلفن عليها انت راني تلفنت يا عمره الحمد لله. تبارك الله. اصلا انا دار نعمر يعني دار تسين ونزر عليك. الله يجازيك بالاحسان الله فيك ما وداك تبارك الله. مرحبا بك ما شاء الله تبارك الله الحمد لله على خير. شحال هذه الدار؟ الحمد لله. ياك اللي مفرحني. شحال العيال؟ ما شاء الله معاك. شو واسين كان؟ تبارك الله يسرك حالك. الحمد لله على سلامتك. الله يمسك كل وقت من وين انا نجيكم الله الوحده. هذه الوحله بعد غير حد ما صيب راسه انا ولا يجي له والله يمكن لا يحفظك ان شاء الله ابوكم هذا قاعد يمكن ما وصل هذا بعد شفته هاي يغلي به الليل والنهار راح لله في فيسبوك وشي ما تعرف له هو شنو حضره من لباس لا يعطينا يا الخير استاري هاي قال هذا ما هم مالك ما شاء الله حيني شوي بعدين دور التلفون عليك التلفون هذه ما هي حياه ما هم مالك يا مرحبا يا مرحبا وخير شكرا مرحبا دوري نصير دور التلفن لك هذا الله سكر هذا الجيل إذا عين هذا لك إذا لك لا يورطك إذا لك ما ديت أنا منه لا يورطك هو هذا الراجل واحد اللي في تلفون وصرته ما عارف ليش شيء والعيال ما هم سول عنهم وتقد انت تجي هون وترفد الدار بصيفة العدالة ماني هون اذا يفوت هو هذه لا هي حياة نقول لك الخير والسلامة أربعة ما هم هون لا صالح حضرتك انا يا ياسر بو اسره واحد في تليفون الليل والنهار لا لا انتم يا انا جاي معي طريق الشارع مسك لي بيبات ها بيبات ها ما اسامي العالم الافتراضي حد قال فيه وكو قدام يا اخويا قاعد لي كثر ينفضل والله ينجر لي كثر ينفضل وهذا ما هو مولد ويا ها ياسر ما يعرف حد كانوا يضحك والله يكذب ويا هو وانا ها شوف يعني حياة اللي العيال ما يسول عنهم وانا قاع ما جايبت نقزان ولد اصبر لا حد يصبر كافي مشي يصير مع تليفونه دير فولو دير عشاء دير في التليفون فيدو دير عشاء بدها فيدو ويصلي ما حق عنه طرحه قدامه ولا عاد مساج اوا سبو انا بعد ما الله يسربتها زينتين علي الحقيقه اللي وراني ما هي حياة؟ إلا صبري ما تصيك إلا أنك بتصبري وتوف هذا الشيء لا تمولانا لين رادوا عليك ولا تعاملي معاه وتو حد يصبر في واسحة لا يا ربي لا بليس نفسي ما عندنا لوش الراجل اللي جاي معاك
أطرح له البيت. السلام عليكم. ترى أحد جاي ورقاز قال أنا مشغول يا رجال كبر حساب مشغول. تسلي صاد مشغول الليل ونهار واحد في تليفون يا الراجل دي ما حياة تصاحبك معك ما نقعد تشد معاه الأخبار واحد في تليفون حياتي جازكم برحسان والناس كلها حياة حياة 24 ساعة أنت داخل في 24 ساعة نهار كل من خلق ولا عندي خلق ما وهون اللي في الدا وشو فرأي رد على المكالمات ورد على الكام ورد على الخلق ثم لا صبرته ها مو شي ينصبر لما همونك حتى لو شينا شهر مدة نسلموا عليها نفس الشيء الليلة يجي السلام عليكم ويرفع التلفون انا عتنك السحق قاع بين الخلق بيا اللي واحد هو في انا ما هي حياة التلفون يعني يتغدى شي واسع هو العود يتغدى هو رافع التلفون احيانا قاع عندي انه لا يغد عن فمه ما يستهدى لي في تلفون لواحد فيه لو خارج الله مولانا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام عليكم. مالك؟ ايه مرحبا وخير. وخير نحن دخلنا عليك وسلمنا وسلمنا مالك ما يا اسم ليه ما؟ تفضلي. شوف انا لي اسبوع نجي هون كل نهار نجي وقال لي امشي لي نعود الصبح. وقال لي عن الملفات قال لي عن من طرحه عندك انت قيس لو في البيرو هات خرصيل كان فما حد فاتح طرحهم عنده انا قال لي عن من طرحه عندك انت تقول لي اني قيس واحد اخر دور توقد ملفي او قيم الى الصبح وتوفرج ان شاء الله السلام عليكم هذا من الهمال ما هو صالح والمرده ما لا توقف بالصيفه واسمعنا اللي نقول له لا نقيس المدير الكبير لا يخش عليه ونقول له على هذه القضيه اللي بصورتها لان كل نهار نجيهم نجيب لك ملفين قاعد يمشي هو ما هو والله مشي دخلي له والله مشي مرقي له وتالي جاتك انت تقول لي مشي قيسي ما دخل هو الملف ينطرح عندك انت انا مالك لحقتني نصفح ولحقتني عندي ندور اخبار العالم ولحقتني نقرا الجرايد السلام عليكم انت مالك ما تروحون وياك تم تخلص الجرايد ما تروح وياك تم تسواقطنا احنا معناه انك يا اختي تقبل تسواقطنا لا تقول لي هذه تسواقط انا ما سيت قاعد نعطيهم الحق تعرفين هون المرده ما هي لا توقف المرده ما هي توقف ودور نقص المدير دور نقص المدير نصحا فاشكم قالوا انتم تزمروا علينا نهار 12 ساعه ولا شويه ما انا قاعدين نتكلموا بين الاداره الاداره تمتم اللي هانيه لين عندنا ارتكبوا لروسنا كلها خايف وكلها بيا خايف تسجيل تسجيل تسجيلها الله ما قويد لنا في التسجيل والله ما تلاقي وحيد منكم هون يلتقي بعض الزمير ما رقمتوا بالطبع اللي تحكمتم هون مدير كبرني الذي لا شريك له هو ما تحترمون صح بس كنتم المواطنين كثير ما تعلمون أيوة الحضرام إياك لباس شكل خير اسمح لي يا أخوة مساجة كلام كي نشتو لا أعود ذلك أعطيني 10 دقائق إن شاء الله ولا نجر الدار ونكون أكتي ودور إن شاء الله نطرق لك ياسر المفاجآت وقول الترك أنه معود جازي يا مرحبا وسهلا لا أعطوني 10 دقائق والله إيه يخليه هو أطفر مر منين يا رجال القيل إلا لله إلا مر تفضل 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 السلام عليكم اي سلام كيف الحال اهلا شو اسمك بس يا خال يا خال ما تحسبش اه شرف يا لباس يا اخي صفاء لا قال لك انه طفي هي هي والله والله انا قال لي دي ايام اللي نقينا جبرك بيجي لي بالغني عنك ياسم من الملاحظات وياسم من ياسم الامور اللي ما هي جيده تعدل هون لمصور اداره اذا كان بالنسبه لي ما هو جيد ولا بقيت معيط لك اياك اني
نبدي لك في العالم. انت ما تفهم هذا الشغله. انت تفضل نهار كامل واحد في فيسبوك ولايف ومباشر وهذا هو توصل واحد. لا جابر اني مراد الاعداء. والثاني قام الثانيه ات امور لدارهم تحوز لي وتبارتاجي مع الناس اللي في الشارع. تنقذ امور نحن هون وتعدل البث هون. راني حاله في البيرو وراني حاله في الكوري وراني حاله داخل المدير وراني كذا كذا. ولا ما تقبل لكن لا مرد لنا. ونهار ماضي هو الممولي واخو المكتب نرأي في الناس حاصل علينا بيرو وانت داخل المقر ما لك واحد يسب واحد في التليفون قط 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 ليل ونهار. هذا حقيقة ما تلي شيء قد يصبر ولا تلي شيء قد ما تشتغل عليه. غاضينا وتقاضينا ومشيناك إنذار وانذرناك أكثر من مرة. يبدو أنك ما نقات انتبه لذا ولا نقات ولا تنسجم لذا ظهري عنك هنا وانت ليه نشوفه ليه تمشي عنا بعد أيام شوي لنعرف الطريقة دي ليه احنا وانت نتعاملوا بها وتوه. لكن المدير ما عندي له شو لان بقينه وخاض من الشغل. لكن ما تلي يا صوت التالي ما تلي فيده تالي ما تلي فيده بيقول لي انت ذا اللي تعدل قاع عاد الناس كامل تعرف اللي عن دورك تسامحني. ما يجد يتفضع عنا حالا ان شاء الله خلال ايام دور ان شاء الله عرفت قد يتعاملوا به تفضل. ما هو مقبول قاش يعطي نهار كامل هو واحد وتليفون كط كط. ايش الوضع ايش السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ومرحبا. ساري. ما شاء الله هصلح حالي بحالك. شو ماسي انت؟ ما شاء الله تبارك الله. ياك الخير. ياك ما انك حاسس بشي. ما شاء الله تبارك الله. ساري. ياك مترحى. ما شاء الله تبارك. يا ومرحبا ومرحبا والسهلة. ما انك حاسس بشيء. ما شاء الله انا اختي اليوم طلعت شغل عمل. قالت لي دار على اني فوت نهارات ما طلعت لها لاني نفشل العمل واني كل شيء نصوره ولاني ماني متبالي بعملي وهذا بدري. قالوا ما هو حق. وتوه قالوا لي لا قال المدير لا قيموا توه لين فوتوا نعرفوا قضي نوروا قضيتك وانا العمل ما قط فشلت ولا شيء. والخلق تمين يتدخل في حياة رجال ورجال عنده تلفون إذا تم السنابي ولا تم مثلا الرسائل والتسجيلات هذا أمور رجال شخصية ما يلا حد يشوفه لها. وانت وارك يا ولدي متوصل لكن العالم كامل ظالمه. ظالمني بقى والله يا أخي ما هم ظالمين أقزمة والله. شوف هذا هو اللي مشي قول المتعب للسيدة القطبة مشيها. شو عنا وليداتي عدم تشوفتهم باي باي يا وليدي. عرف شر راسك؟ اي كلام مشي راسها. قالت لاني انا نوفه من تلفون ونوفه من اصحابي ونوفه من هذا التواصل وانا عندي شيء من الخلق ما يوفوا لا يسحوني رسائلي ما ارد عليهم. وهذا ما هو شيء قد حد صنت له. هذا ما هو القايل لك يا ولد. هو القايل لك انا لهنا انصحك امك واسمع قول مبكينك هذا اسمع قول مضحكينك. انت ما قال لك حد انك ما تعدل شوف تلفونك وتعود تجبر اصحابك وتستفاد منه وتستنفع منك الناس كامله. يا غيرك بعض من هذاك اللي ينفع الثاني خليه عنك. شوف هم اللي جاء عليها العمل ايه الدهش تواسيه ويل. قالت انك في الدار اللي كان خاطر فيه طفلك جليته ماشي واحد في تلفون. هكذا المراد العمل هم اللي راح يشوفك نقزوك منه اصلا ما هم ظالمينك يا حنك ما يصلي لهم. مقضى طفل اللي امراد هي وكنت انا حاكم بجناحه وحلت في اتصال ومر عليه ربالوه وقبل اجبرته عن دار ويشيله استغرق سبه واحده ما شاء الله انجبر. قضية هذا التلفونات والله أنا يعني التلفون حق واحد في التواصل وفي الفيس وذا كامل وعدل تسجيلات ونسنبي يقول هذا أموري أنا الشخصية. طيبات يا وليدي لي عدت ما عندك قاية في نفسك وإذا ما هو حرق عندك التقام ولانا فهم مهم تقلبي يتبزز على وليداتي طاير طمو فوق راسي يا طيبات واحد في الفيا في اللي لا أساس له من الصحة. وقضية عملك أنا حالفهم عملي جابوهم وقالوا لأني أنا لأني نفشل العمل
وعلى اني نصور وعلى اني كاش من متى انا ما عندي داين واس والله اذا ما نبقيه بعد والله انا قد وقع على ما انا قد اتقى مولانا فينا واتقى الله في راسك يا اخوي لا حول ولا قوه الا بالله ما عندي ما بعد والله يعلم الله ما نبقيك تعذب ولا نبقي ولا ذاتي يمشوا عني هم مالي يا بويبات يا قيل هذا كامل اشغاله كلمت فيض وتلفنات نعرف لكن العدل ما احسن فينا Thank you.